بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. وجمع فأوعى، أي جمع المال الحرام. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وإحنا ناخذ روحنا، إذا كان تحبوا تعرفون من نحن عليكم بالقرآن، ابدأوا بالسورة دي فتعرفون اللي إحنا أسيادكم وأنتم أسوأ خلق الله. ولهذا إذا كنت واقعين في أسوأ الحالات، ما عليكم إذا كان تكونوا حريصين تحصلوا على سلامتكم ومصلحة مصالحكم. ما خذوا منا بعض خصائصنا لعلكم تربكم الغيرة وترجعوا إلى ربنا اللي يحب الغيرة الحلال، وهي الغيرة اللي الإنسان يحب يكون خير وخير الناس. أنتم توم الأرض أعراض القوم، لسنا نحن أعراض القوم، لكن سقطت كما سقط أتباع أعداء سيدنا نوح عليه السلام وما تبعك لأراضينا. فلا إحنا لسنا بأراضي، إحنا متواضعين فقط لرب العالمين فقط ولخلق الذين يميزون بين المتواضع والمستكبر. والسلام على أهل الإسلام، إن شاء الله ربي يسلمنا باش نتموا الحضور هذايا اللي نعتبره مازال ناقص، حضورا فيه فائدة. وما عليكم إلا أن تنتبهوا إلى من نقدمه إليكم من أسرار وبركات القرآن. والسلام على أهل القرآن.